مرحبا، أنا عزيز واليوم جاي أقدم لكم توصية من توصيات مسلسلات رمضان 2021. خلونا نشوف مسلسلنا اليوم، ظل راجل. المسلسل من بطولة ياسر جلال وإخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح. وتدور أحداث المسلسل حول معلم تربية بدنية تتغير أحداث حياته تماماً بعد إصابة ابنته في حادث سير. المسلسل من إنتاج 2021 وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية، من ضمنهم نور، محمد عبد الغني، إيهاب فهمي، محمد عادل، والممثلة نرمين. حتى الآن المسلسل يشبه شخصية مسلسلات ياسر جلال اللي تعودنا عليها، من ظل الريس إلى رحيم إلى لمسة كتاف، واللي فقدناها العام الماضي من خلال مسلسل الفتوة، مع العلم أنه ما زال برأيي يحتفظ بلقب ستيفن سيغال العرب. تقييمي للمسلسل مع أنه ما نعرض منه لعشر حلقات حتى الآن 7.5 من 10. لو شفت المسلسل شاركنا برأيك وعطنا مقترحاتك وتوصياتك لمسلسلات رمضان 2021 من خلال التعليقات. نشوفكم بكره.